السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين حيثما كنتم وأينما تواجدتم، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من رحلتنا حول الطوابع البريدية. اليوم بحول الله تعالى سوف نتعرف على الطوابع البريدية في جمهورية مصر العربية. وأول الطوابع البريدية صدرت في مصر كانت في 1 يناير 1866، ظهر أول إصدار عام 1867 عليه أهرامات الجيزة وأبو الهول، ثم إدراج الطوابع الصادرة عام 1872 باللغة الإيطالية، وانضمت مصر إلى الاتحاد البريدي العالمي عام 1875 من عام 1879، ثم نقش الطوابع بالفرنسية. قد تم استخدام الطوابع البريدية لأول مرة في مصر خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر 1798-1800، وكانت تعرف بالطوابع أحادية الخط في الإسكندرية والقاهرة.